بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. تناولنا في سلسلة حلقات سابقة مجموعة دعاوى ما بعد الطلاق: العدة والمتعة، أجر الحضانة والمسكن، مؤخر الصداق. واليوم إن شاء الله نتناول دعوة هامة، هي دعوة قد يطالب بها الشخص أو لا يطالب بها حسب رؤيته لموقفه مع مطلقته أو مع الزوجة وحسب العلاقة بينهم. يعني موضوع ممكن يكون منتهي بالصورة الودية وممكن يلجأ فيه للمحكمة، هو موضوع الحضانة. يبقى احنا النهاردة موضوعنا عن الحضانة، والحضانة في حقيقة الأمر يواجهها في الصورة الثانية موضوع الرؤية، وده هنتناوله في حلقة مستقلة لأن موضوع أيضا كبير وبيبقى له نقاط شائكة، فعشان كده هنخصص له حلقة لوحده. فموضوع الحضانة النهاردة هنتكلم عنه في إطار القانون، لقد نصت عليه المادة 20 من القانون 185 على أنه تنتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ أو بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة الأم دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغير. وتثبت الحضانة أو الحق في الحضانة للأم ثم المحارم من النساء مقدما في من يدلي الأم على من يدلي الأب، ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، وتتدلى باقي الترتيب الذي ورد في نص المادة ويشتمل على كل درجات القرابة. وطبعا احنا لو قعدنا نقرا نص المادة ممكن ناخد فيه ساعة لوحده، لان نص المادة طويل في ترتيب درجات القرابة، ما خلاش اي درجة من درجات القرابة غير لما اتكلم عنها في موضوع الحضانة واستحقاق الحضانة. ولكن احنا نخش في موضوعنا على طول وهو موضوع الحضانة. هنقول اذا يبقى كما هو وضع في نص المادة 20 من القانون 185 سن الحضانة 15 سنة سواء للذكور او للاناث، ولكن بعد انتهاء سن 15 سنة اللي القانون بيقول عليها دي، القاضي بيخير الصغير اللي هو الذكر ما بين انه يستمر مع امه او يروح لابوه، ولو استمر مع امه بيبقى واقف اجر الحضانة، بيقف اجر الحضانة. ليه؟ لان الصغار بتاخد لهم الام اجر حضانة واجر مسكن حضانة زي ما شرحنا في حلقاتنا قبل كده، ولكن انتهى سن الحضانة المقرر قانون 15 سنة، يبقى في الحالة دي القاضي بيخير الصغير اللي عنده 15 سنة الولد، بيخيره يستمر مع أمك وبدون أجر حضانة أو ينتقل إلى أبوه. والابن اللي هو اللي في سن الحضانة عنده 15 سنة وصل لمرحلة انتهاء الحضانة بيختار أي الجانبين أفضل للمعيشة الكريمة معه. والبنت في حالة انتهاء سن حضانتها اللي هو القانون قال 15 سنة، ولكن رجع القانون قال إيه؟ إنها تنتهي الحضانة بسن 15 سنة ولكن للمحكمة. يعني زي ما خيرت الولد يروح لأمه بدون أجر حضانة أو يروح لأبوه، للمحكمة انها تبقي البنت اللي انتهت حضانتها سن 15 سنة تبقيها حتى سن الزفاف مع الحاضنة. يبقى البنت اللي هي في سن في الحضانة وخطط سن الحضانة
وتعرض أمرها على المحكمة، القاضي له أن يمد حضانتها إلى سن الزفاف مع الحاضنة. وإحنا بنقول إن في حالة الطلاق أو الوفاة تسري أحكام هذا القانون كما ذكرنا سابقا، حالة الطلاق أو في حالة الوفاة، لأن في كلتا الحالتين في قُصّر وفي سن حضانة وبيحتضنهم أمهم أو من يليها في استحقاق الحضانة. وزي ما قلنا قبل كده وزي ما قال نص القانون إن الأم فأم الأم فمعلت، يعني التنيئة توصل الحضانة لجدودها من ناحية الأم، ولما تخلص تبتدي في إيه في الطريق التاني اللي هم إيه للنساء من ناحية الأب، اللي هي أم الأب فمعلت. والنص المادة برضو اتكلم على إن الأخوات الشقيقات للأم وبعدين الأخوات الشقيقات للأب، يعني القانون يقصد مادة كله إيه؟ أو الهدف من موضوع الحضانة إيه؟ الحفاظ على الصغير على أن يعيش ويتربى تربية كريمة قويمة محترمة، ولذلك بيعطي الحضانة إلى من يخصه أو من هو يلوز له بالولاية من باب أولى، عشان هو اللي هيحافظ عليه حتى وبغير قانون اجتماعيا مفروض عليه اجتماعيا وإنسانيا ودينيا المحافظة عليه. فالقانون رتب الأفكار بناء على ذلك، عشان كده إدى الحضانة لأم الأم فمعلت وأم الأب فمعلت، ورتب بعد كده الأخوات والخالات والعمات، رتب القانون كل الناس اللي تستحق الحضانة في هذا التصور. طب ده في الوضع العادي اللي الناس بتخلص مشاكلها ودي مع بعضها بدون نزاعات، ولكن احنا هنصطدم بحالات اللي هي حالة ايه؟ سلب الحضانة من الحاضنة. الحضانة او الصغير اللي في حضانة امه او في حضانة من له حق الحضانة سلبت منه الحضانة وخدوا منه الصغير. طب هياخده ازاي؟ بتتوجه هو في احد طريقين، تتوجه للنيابة العامة لنيابة الاسرة وبتقدم مذكرة او طلب بالتمكين من استلام الصغير اللي في حضانتها من اي مكان هو موجود فيه، عند عمته عند خالته في المدرسة في الشارع في اي مكان هو موجود فيه، بيبقى من حقها تاخده وتمشي بيه تروح. ده قرار التمكين من الطفل. وزي ما انا قلت قبل كده يعني هي الامور اما بتتم التوافق وديا هي افضل حتى في نظر القانون، حفاظا على صحة الطفل النفسية وعدم اضطهاد الطفل على ان لا يتم تنفيذ اي شيء خاص بالحضانة كرها، يعني ما اخدش اعمله حلقة رعب في الشارع او في المدرسة او في اي مكان ويبقى في اهانة في المدرسة في وسط زمايله او في المكان اللي هو فيه، ان انا اعمل له رعب واضره نفسيا وعصبيا بسبب تنفيذ الحضانة سواء كان وديا او بقرار تمكين من النيابة بيظهر بذلك. يبقى زي ما قلنا اذا سلبت الحضانة من الحاضنة لأنها تلجأ النيابة العامة نيابة الأسرة باستصدار قرار بالتمكين من استلام الصغير في أي مكان وجد فيه. طب انتقل الصغير، طب نفرض أن الصغير نفسه أصلا في حضانة الزوج أو من يتبعوه من لهم حق الحضانة من طرف الزوج، يقوم برفع دعوى ضم في حالة انتهاء الحضانة انتهاء سن الحضانة
له حق رفع دعوى ضم للصغير إليه، يضم الصغير ممن له الحضانة أو من يحتضنه إليه، ده الأب يقوم برفع دعوى ضم إليه. يبقى انتهت مدة الحضانة وفق الوصف السابق للقانون، بيرفع الأب أو من له حق الحضانة من طرفه دعوى ضم الصغير، وهي دعوة تقام بالطريق العادي جدا في كل دعاوى الأسرة، وطبعا بترفع مش عشان الزوج اللي رفعها يرفعها في محل إقامته، لا، عشان نوضح جزئية هامة، لا، الزوج بيرفع برضو الدعوة في محكمة الأسرة في محل إقامة الزوجة. في كل الأحوال كل دعاوى الأسرة ترفع في محل إقامة الزوج، أي حاجة فيها أسرة محل إقامة الزوجة، يا الطرف الضعيف اللي القانون بيشملها بالرعاية الزوجة، فبترفع الدعوة في محل إقامة. عشان كده لما بيجي يرفع دعوة الضم بيرفع دعوة الضم أيضا في محكمة الأسرة في موطن الزوجة، هي المختصة بنظر الدعوة. ونوضح جزئيات برضو في الموضوع ده، إذا كان سلب الحضانة من الأم أو ممن له الحضانة قانونا من طرفها، هي بتتقدم للنيابة العامة نيابة الأسرة بمذكرة شارحة للظروف التي سلبت منها التي تم سلب الحضانة فيها، وترفق ما يثبت حضانتها للصغير قانونا. إذا كانت الأم والصغير في سن الحضانة، أو إذا كانت واخدة قرار امتداد من المحكمة، أي ظرف من الظروف اللي تثبت حضانتها بترفقها مع المذكرة لنيابة الأسرة في دايرتها عشان يصدرها في خلال أيام قلائل قرار بتمكين من استلام الصغير في أي مكان. أما إذا انتهت مدة الحضانة فبيتقدم الزوج أو من يلي ممن لهم حق الحضانة من طرفه في اللجوء إلى محكمة الأسرة في موطن الحاضنة للتقدم بملف تسوية مثل كل دعاوى الأسرة. وإذا لم تتم التسوية بمعرفة مكتب التسوية يحصل على شهادة عدم تسوية ككل دعاوى الأسرة، ويحرر صحيفة الدعوة وهي دعوى ضم صغير ويتقدم بها إلى المحكمة، وتحرر صحيفة الدعوة ككل دعاوى الأسرة التي ذكرناها سلفا. إزاي؟ هيكون الصحيفة المدعي اللي هو الزوج المطلق أو من له حق الحضانة من طرفه، المدعي عليه اللي هي الزوجة المطلقة أو من له حق الحضانة أو يحتضن الصغير فعلا من طرفها. وأعلنت بالآتي اللي هو الموضوع بقى الدعوة، بيشرح العلاقة كاملة ثم يستتبع في شرحها إلى انتهاء سن الحضانة وتوضيح مدى أحقية المدعي بضم الصغير ورعايته، وأن لديه الظروف والمسكن الملائم لذلك، وينتهي بطلب الحكم بضم وانتقال الصغير من حضانة الحاضنة المدعي عليها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وكده إحنا بنكون شملنا دعوة الحضانة وتكلمنا عنها، وزي ما قلنا ان الدعوة دي هيواجهها في المقابل التاني دعوة تانية هنتكلم عنها، وهي دعوة الرؤية، لان هي الوجه الاخر لهذه الدعوة. وتتداول دعوة في المحكمة، والمحكمة طبعا بتشوف حسب رؤيتها ايه الموقف، هل ترى في مصلحة الصغير استمراره مع الحاضنة او مع الحاضن حاليا، او هل ترى في مصلحة الصغير نقله الى الطرف الثاني في الحضانة. كل هذه الامور واضحة ليه؟ لان المحكمة من سلطتها تقدير الامور التي تهم حياة وتهم صحة ونفسية الصغير اللي معرض في سن الحضانة للنقل من طرف إلى طرف آخر.